فقدنا سليمان، ما بغيناش نفقدوا جوج الدراري اللي مشاو اللي باقي ما بانوش حتى هما العامره سلعه امسيني، وكنتمنوا السلطات تبقاش عليهم تبحث عليهم اخوتي، راه الوالدين ديالهم راه كيتعذبوا. حاسس جات مع المجد الوالد عاوس بينا سميعان، جات قاصحه بزاف ماشي زعما سهله. هما السابقون ونحن اللاحقون، ماشي غيموتوا زعما يخافوا، راه اي واحد كيتسنى ساعته غنجبروا شي فرصه راه يجبرونا تم. انا براسي كرهتي ما نصبحتي هنا كاع، يعني مستحيل بنادم يجوز من ديك الطريق هذه، والطريق تفتح لي والله ما نصبح في هذا المغرب ولا نصبح. السلام عليكم، انا اخ سليمان الحليم اللي توفى نهار السبت. لا لا ما كنتش الدراري حتى واحد ما كان عامله ببال، وجات على غفله خاو ديالنا جا نهار الاثنين سلم علينا ودا الوالده مسمى ما بان دابا 12 باقي مازال خاو، حتى خاو ولا فاسيت 12 ماشي مشي واحد اللي فاس في الزنقه ماشي ديالو، صونينا على ما جبرناش صافي. العايد غاب واحد 15 يوم عينا ما فتش وما جبرناش، دخلنا في فيسبوك طلعنا باقي فوتو ديالو صحت ثانيه وحده، طلعنا نشوف سويده على الصفحه من لا مالح ديالو بالشعر بالحوايج عرفنا هو، طلعنا مورا سيتوان جبرنا الجثه ديالو هادشي اللي مكسب علينا ورحمه الله. الحاله النفسيه ديالنا شويه مدمره، حيت جات مع المجد الوالد عاوز بينا سميعان، جات قاصحه بزاف ماشي زعما سهله، ما حاسنا الوالد باقي ما نسينا، ما حاسنا دابا الخاو ديالنا في العواشي، جات قاصحه بين رمضان والعيد فكري هذا ما نصحوهمش ما يغامروش في وسط البحر، ونتمنى من الدوله تعمل لهم شي حاجه، مش غادي شي شباب اذا ضايع امنا دم بوبري مضوبه فصنع الطعم وهادشي اللي كاين. السلام عليكم الاخوان، وانا لله وانا اليه راجعون، الله يعظم الاجر، وعزاؤنا واحد في الصديق ديالنا سليمان الحليمي، وسليمان الحليمي كان صديق وولد الحومه ديالنا، وكان كيعمر معنا هنايا في الحومه بزاف، وكان كيجيبوا الخوه ديالو فاش كنكونوا حنايا مسافرين كنبحروا كولاد الحومه، كنخرجوا مثلا نبحروا مع بعضياتنا، كان كيجيبوا الاخ ديالو ايوب كان كيمشي معنا الدري ساكوتي، وكان مشى مع اشرف، اشرف هو الصديق ديالو كيخدموا مع بعضياتهم. الانسان طيب باش ما يجيش الحومه كامله سقسيه، انسان العمره سلعه ودري اللي مشاو اللي باقي ما بانوش حتى هما العمره سلعه فهمتيني، وكنتمنوا السلطات تبقاش عليهم تبحث عليهم اخوتي، راه الوالدين ديالهم راه كيتعذبوا فهمتيني. حتى هما الحومه ديالنا زنقه واحده، راه الدراري مشاو زنقه واحده فهمتيني، راه عملنا شي حاله اخوتي، راه عملنا شي حاله، حنا راه كنبقي حاليا كنفكروا في الحري فهمتيني، عملنا شي حاله ارحم، وحنا هنا ما نهضروا واش ما قال ما قال هذا الشيء هذا ما قصاش سيدنا. كنقدم واحد التعزيه حارة لعائله الفاقد الله يرحم الخاي سليمان، هذوك هما مشاو هما السابقون ونحن اللاحقون، ماشي غيموتوا زعما يخافوا، راه اي واحد كيتسنى ساعته غنجبروا شي فرصه راه يجبرونا تم، وصلنا يا ديك متنايات كون كانوا لقاوها مزيانه مثلا هنايا ولقاو الخدمه ولقاوها يعني امور موفره ما يمشيو شي مثلا يغامروا براسهم فهمتي كيفاه، راه الدراري كتلقى الضعف الفقر يا خوري، الا ما خرجش مثلا يغامر يا خصو يمشي يحرق يمشي يدبر على راسو، يجي فواحد المده يجيب واحد المستقبل يجي بان على صحابو طبيعه الحال. انا ونكون انا هنا مجوج مثلا وكاري مقاود عليا وحيدك وصابر وقلت نجبر على شي فرصه مزيانه وكيفاش عنقي نصطم والطريق تفتح لي، والله ما نصبح في هذا المغرب ولا نصبح. السبب اللي كيهجروا ما كاينش الاهتمام به هو الاولاني، كاين الضعف كاين الاقل، يعني حتى الا كانت الخدمه واش كتخدم بلا كرامه؟ كتخدم الكلب حسن منك، كيشوف راسو يعني الكلب عند الكافر عايش حسن منه. انا براسي كرهتي ما نصبحتي هنا كاع. فقدنا سليمان ما بغيناش نفقدوا جوج الدراري، سليمان كما كتشوفوا تسيبوا بحر ما عملوا حتى شي تحركات وما عملوا حتى شي تحركات، تسيبوا تالي في البحر تما عادك عادك جبروه الناس، كما كانوش الناس السلطات ما خرجتش كتبقاش عليه هادي 13 يوم هما ما خرجوش لا يبقشوا عليه لا والو، يما بوبريا طلعها هواده من هنا لهنا تسيبوا البحر. دابا ما بغيناش، بغينا كنوجدوا نداء الاختفاء ديال ايوب، ايوب واشرف فيما كانوا اخوتي، بغيناهم يجبدوا حي لا ميت يبانو، وهذا الشيء هذا بغينا يتبارطاجا اخوتي، هذا الشيء هذا هو اللي خصنا يتبارطاجا باش يوصل الصوت ديال الشعب باش يشوفوا شنو كاين، ما بغيناش داك الشيء التفاهات وداك الشيء ديال التفاهات يتبارطاجا، هذا الشيء هذا ولاد الشعب بغينا يبارطاجي اخوتي باش يوصل المسؤولين ويوصل الجهه المعنيه بالامر باش يوصلوا الصوت ديال ولاد الشعب باش يشوفوا الشباب ديال الشباب المغربي كيفاش كيعان. السلطه ما فهمتي ما كيعملوش الدور ديالهم ولا شي حاجه فهمتي، ما احنا دابا عندنا جوج مفقودين ايوب واشرف مساكن ما عرفتش واش بالروح ولا ماتوا،
وكنتمنى ما الدوله ما يعملوش هذا الشيء وكيشوفوا الشباب ديالنا الشباب كيهاجروا كيموتوا حيت ما كيجبروا شي خدمه هنايا ولا بزاف الحاجات ما كيجبروها شي ناقصه. دابا داك الشباب اللي غيموتوا ولا هذوك هما قدار يكونوا هما المصير اللي هما اللي قدموا هما اللي قدموا المغرب ولا بزاف ديال الحاجات ما سيني. السلام عليكم، انا اسمي عمو نعيم سليمان العيد خالصي الله يرحمه ويوسع عليه. انا ما عرفناش يعني هاد المسؤولين اللي كاينه في البحر يعني هما في البحر يعني ما فهمناش واش تفاهموا معاهم خلاهم يقوزوا يعني مستحيل بنادم يقوز من ديك الطريق هذه. سبحان الله سليمان قوس كان نصحني الله في سبيل الله كنقول له اخي سليمان اخاوه شي حاجه مشي خدم على راسك اخاوه واسمع فلوس وكذا وهادو عندي شي حاجه قانونيه مشي في الطياره ولا مشي في البارك والحمد لله الوالدين ديالهم مسهلين فيه العين مستعف العايل غزال مع راسو الحومه كتسكرو ما عمرنا شفنا منه شي حاجه العايل ديما حاني راسو العايل ديما ضحوكي. دابا اللي طلع طالك وانا عارف اي ادي العايد خالتي معاه مثلا يمشيو يحرقوا ما نخليش والله ما نخل علاش انا عارف شني ضايع انا كنشوف بنادم كيسوف بوبل وغنخلي العايد خالتي انا يمشي غامر براسو لا ما نخليش هي. الشباب اللي كيفكروا هاجروا كنقول لهم يعملوا شي حاجه قانونيه يخدموا على راسهم يعني ما يمشيوش للبحر بحر خاطر بحر تينا وزهرك طلب زهرك يعني انا كنوصل رساله للشباب ديالنا الشباب الله يرضى عليكم يعني خدموا على راسكم وتقاتلوا ومشي حاجه قانونيه مشي طلع قانوني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.